عندك هنا طاحت طاحوا بجوج انا بغيت نهزهم هذه خدمه كبيره اذا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط من قلب سوق الدواجن بالجملة الحمد لله الخير موجود الدجاج كاين ولكن طلع شوية في الثمن غادي نعرفوا علاش من عند السي جرمومي البائع ديال الدجاج بالجملة هنا سوق الدواجن بمدينة الدار البيضاء السي جرمومي صباح الخير السلام عليكم اش بقى هنايا واش بان مع هذوك الدجاج السلام بخير لاباس الله يحفظك الله يبارك الله يحفظك جات سمعنا بانه طلعت الصباح طلعت الصباح واحد شويه زيد السوقني حنت اليوم السبت ديما تزيد السوق شويه اخر مره كنا لقيناه 310 ريال 310 ولكن السبب اشنو هو دابا هاد الصباح شحال داير دابا اليوم داير 16 حنا نوضح الناس باش يفهمونا مزيان 330 340 ولكن الفيرم البارح دار 300 درهم 15 درهم والميزان صغير دار 15 ونص والدجاج غليظ 16 درهم الدجاج غليظ بانه ديال الشاورما باش يفهموا الناس شنو الغليظ باش ما يطيحهمش والدرهم ونص على الزاد تزاد الحمد انه السلعه دابا كان الطالب شويه اليوم السبت يكون الطالب وكاين السلعه تسلع قليله شويه حيت حنا دابا تيديروا واحد المشكل تيديروا الكسابه احتراماتي ليهم حيت هاد الناس تيضربوا تيصهروا تيهضروا حنا ما خصناش نهضروا باش ما يفهموناش غلط هاد الناس هاد الناس خدامين ما نبقاوش كنا نقولوا خدامين راه ما خدامين معروفين بلا ما نقول انا ولكن هما درت خليو واحد مالين ترونسبور انه واخا ما غيحملوش الهضره نقول عليهم اما انا ترونسبور دابا تيطيح الدجاج في الفيرما تيبقاو هازين الثمن تيتركب الدجاج وتيهبط دابا هو الناس انه الكسابه تيطلع الدجاج ب 15 درهم 14 درهم ونص في الفيرما دابا حاليا اليوم ملي انه تيطلع دوك من ترونسبور انا وداك الربح اللي تيديوه ما تيدوش حوانتيه وما تيدوش دوك من ترونسبور تيجي يقول لي دير السوق راه انه تبيع ب 15 درهم 15 ونص باش يخرج واحد الميساج ديال الكذوب هو ما تجيجي خاصهم يكذبوش على رزقهم خاصهم باش تيخرج الميساج باش يتباع السلعه شنو هما اللي كيكذبوا هادو دابا السنساره تينوضوا تيخرج واحد الثمن في الميساج كاينه 17 درهم تتخرج ملي تتقول لهم علاش درتو 17 درهم وهي ما كايناش تيقول لك درنا 17 درهم راه غاعاودوا ينقصوا لينا هادو ما خصهاش تكون هادي ما خصهاش تكون هاد البيع عشره اللي تيديروا ماشي ديال التحيل ماشي ديال البيع عشره البيع عشره هو تيقول الثمن تيبيع به هذا هو اللي غنبنيو عليه حنا في المغرب ماشي يقول لي يلا ندير 17 درهم ونبيعو ب 16 درهم علاش؟ نديرو 16 درهم في الاول هاد هاد الكساب هما خاصهم يديروا الخدمه هادي ما يخلوش مصاري يتحكموا بهم مون ترونسبور يتحكموا بهم حيت مول الكساب تيخسر ومول الحانوت ما تيربحش شكون اللي تيربح؟ اللي مون ترونسبور تيزم الفيرما تيحطو في الحانوت تيدير داك الثمن اللي بغا وانا انا ماشي خايف منهم راه تنقول لك الشيء اللي كاين انا داك الشيء اللي كاين في السوق خاصو يتقال وخاص الحرفه تحترم حيت فرماش حرفه شريفه كلشي تيعيش منها المغاربه كلهم كيعيشوا منه كامل ماشي انا بوحدي كاع الناس كلهم الناس اللي كيعملوا فيها او كاع الناس المستهلكين انه راه اكثر منا فيها الا بغاها تور تياكل الدجاج حنا تنقول الدجاج عنده واحد الماده اللي ما تخطاتها دار تياكلها الكبير الصغير الغني الفقير كلشي تياكل الدجاج كاينش واحد ما تياكلوش خاصة نحترموا انا والحرفه ديالنا باش ما نكذبوش باش الله يسر لينا فيهم انا ولا بدينا حنا نكذبوا شكون داير داك الكذوب تيدو مالين دوك اللي تيجيبوا الدجاج من الفيرما دوك اللي تيجيو ديريكت تيجي من الضيعه للحانوت اما هادو اللي في السوق راه معروف السوق هذا راه سوق راه كبير هو راه تيبان لهم ان واحد السوق راه واحد المجازي صغير وتدخل واحد النسبه تتشكل واحد 20% ولا 25% في المغرب ولكن راه ولدي تصمتوا لي ولدي درت عليه الثمن ولدي تبعنا عليه الثمن هذا هو الهدف انه اللي حنا فين باغي نوصلوا خاصه نوصلوا لواحد انه واحد الكلمه ديال المعقول تتكون عاد جيجيه كاين انا تبعت بها الفرنك الفرنك 300 300 120 120 واش هو الميساج تيمشي لنا بالكذوب تيتباع في الليل بالكذوب كيفاش غنوصلوا حنا الحمراء دابا كاينه اليوم المكسيه حتى 10 دراهم وكاينه حتى الكروازي كروازيه الحمراء دجاجه مكسيه ما يبقاش يكذبوا عليهم يقول لهم توصيه توصيه راه ما كانش طوس بالدجاج راه الدجاج دجاج وطوس طوس لا باغي طوس القريعه
فهمتيني؟ اما دراجة حمراء، دراجة كروزية حمراء مزيانة بحال البلدي، كون مع راسك ما فيها حتى شي مشكل ما فيها. دجاجة مليحة اللي بقى لأنه منتوب عريان وبقى يدوا لكم في فلوس تحايلوا على المواطن باش يدوا لي رزق. بدا يقول لي هذه مكسية، هذه راه توصية، راه تيكذبوا عليهم، ما كاينش هاد الهضرة هادي. الحمراء حمراء، كروزية كروزية، إلا في تيزيد الثمن في الريش. الريش أخويا راك تخليها في الماكينة، راه ما تديش لدارك. دي الدجاج راه بحال عريان بحال مكسية، وراه ثمن واحد، راه ما كاينش شي فرق. هادو راه هنا واحد شي وحدين اللي دابا تيخرجوا الثمن، وتم ولي الفيرما ديال الحمراء انا نصاو انا ماشي يفكروا روسهم يجوا للسوق يزوروا تما شي نهار يشوفوا داك الكذب الصحيح، وانا واش تنكذبوا ولا تنقولوا الصح، يجوا يشوفوا بعينيهم، يشوفوا الحمراء شحال تباع، الرومي شحال تباع، والبيبي شحال تباع، اي حاجه تعرف الحقيقه ديالها. انا باش انا تنجي بارك تيجي واحد شحال دار السوق تيمشي ميساج هنا كذوب، انا الميساج تيجي من الدار البيضاء انا تنقول داك الشيء اللي كاين، انا الميساج تيمشي من هنا مكذوب. الحمراء العريانه تيني بتاع 5 دراهم والمكسيه تبعت له 19 درهم هنا اليوم في قلب السوق. ما كاينش شي فرق بيناتهم. ما كاينش شي فرق، في الطيب عمر واحد، ماكله واحده، كل شيء واحد، ما كاينش شي فرق. فرقه بالهضره التحيل ديال الهضره ديالنا. حنا دابا تنبغوا نديروا شي تحيلات انه اللي ما تيرضيهاش الله، لا هذه كروازيه لا هذه توصيه لا هذه، راه ما كاين لا توصيه لا والو، كلوا الدجاجه. دجاجه كل دجاجه راه عاديه، راه مليحه، دجاجه مليحه وكل شيء فيها انا تناكلها يوميا. ما كاينش مشكل فيها. باش نخلعوا الناس ويقول لهم الحمر. دابا سي جامو من يوم 3 درهوس. على النهار الاخر فاش صورنا معاكم واش باقي غادي يتزاد ولا يتقلع؟ لا ما يتزادش، لا غيتم غادي السوق تقطع. علاش انا نقول لك علاش شنو اللي كاين دابا الزياده؟ هادشي اللي داير دابا المستهلك ملي تيتصمت تيسمع انا راه ما فيش نشري شي ثمن خيالي، يبدا يخلعوا في الناس، السوق غادي يطلعوا، نطلعوا الناس غادي يطلعوا السوق. السوق راه ما غادي فين غادي يطلع؟ السوق راه هو الحد ديالو. واش غادي يطلع اليوم؟ غادي ياخذوا الدجاج ب 18 درهم ونص عند مول الحانوت. 18 ونص 19 درهم عند مول الحانوت، ما يفوتوهاش. هذا هو الثمن اللي كاين. الحمد لله البيض راه موجود، ياكلوا البيض. بنادم يدور شويه من الوقت. ماشي يمشي يقلبوا على شي حاجه اللي ما كايناش. كول اخويا البيض، البيض راه مزيان، راه مليح. البيض راه انه راه تغذيه. البيض طاح شويه في الثمن. طيح في الثمن وموجود، كاين السلعه موجود. 90 فرانك نهار الخميس. 90 فرانك. 90 فرانك. 18 ريال باش ياخذوا من عند مول الحانوت. الدرهم. درهم. درهم. لا ما هذه 22 انا بغا يزيد رخصوا في الماكسيمو ديالو، حيت هو البيض فيه فيكتيف بزاف. بلاطو فيه 30 بيضه ما تحش به، فيه 3 درهم ديال الربح، 11 درهم ونص. انت ما تقول حتى بلاطو ديال البيض. بلاطو ديال البيض حيت هو تيهز بزاف، حيت دابا 150 بيضه كما تحس دابا 15 درهم ديال الربح. انت بنادم يقنع ويبيع باش تعاونوا على بلادنا، باش حنا بلادنا تزيد قدام، بلادنا الناس غايرين منا، خاصه حنا نجاهدوا ونعاونوا بنفسنا بروحنا بالدم ديالنا، ماشي صافي راه حنا غير خدامين مع دي غارات خاصنا نربح على لسان في شي واحد. لا راه هذاك خوك مغربي اللي غتبيع عليه حسب خوك، واللي غتشري منه حسب خوك. هذوك مول الفيرمات احتراماتنا ليهم راه تيخسروا تيقاوموا، راه تيخسروا تيقاوموا، راه تيخسروا تيقاوموا. هات شوف السلعه كيفاش داير. هات انا السلعه راسو، السلعه راسو راسو، ما كاينش هذا المارشي الحي محمد ولي قال انه الثمن ما كانش يشوف السوق غادي يزورنا، ماشي انا حنا راه حنا بعادين، يجي السوق يزورنا ويشوف السلعه كي دايره. السلعه مليحه، ما كاينش حاجه لانه شي حاجه عندنا السوق حنا اللي تتشكى علينا، اللي جا هذا مرحبا به، يجي السوق الله ينصر سيدنا، راه كلشي الحمد لله كلشي مقادد. كاين امن، كاين مخزن، كاين، وتنشكروا الرئيس سعاده الرئيسه ديالنا نفيسه، والمدير سعاده المدير، والطبيب الدكتور ديالنا انه ما تحيدش من هنا، ديما هنا كلشي الحمد لله كلشي. والسي المعوني لانه عطينا الامن الليل والنهار، ما كاينش اي وقت بغيتي عيط لي يجاوبك. انا اول مره كنشوف مسؤول كبير تتعيط لي تيجاوبك في البلاصه، تتعيط لي تقول لي عندنا مشكل في حسابك، انت تبغي تستتصل. هو الرئيس ديالنا تنشكروه من هذا المنبر، وسعاده العامل ديال عين السبع اللي ساهر وواقف وخدام معانا يوميا، تيزورونا تيشوفوا السوق، تيشوفوا تيتصنتوا لي، تيتصنتوا الثمنات، ما بغيتش الثمنات يرتفع شي ثمن خيالي على المواطن. ديما هما تيطلبوا السلم، ديما تيطلبوا الرخاء، ديما ما بغيتش نزيدوا على الناس بزاف. حنا ما خصناش نزيدوا، حنا هذوك خوتنا اللي غنبيعوا لهم خوتنا ونشربوا، حنا خوت وسطهم. علاش نضروهم؟ انا هذاك المغربي اللي غادي يشعل الحانوت خاصني ما تحيلش لينا، نهضر معاه قاصح، قول له اخويا ها كاينه كاينه، انا شاري وغنبيع لك. سير اخويا واحد الثمن اللي غنديروا ثمن رمزي، يجي تا هو يدي السلعه بعيني، غمض عيني ويدي السلعه. ماشي لا خاصني نحضي معاك شحال الثمن ندور نزور حانوت اخر. لا قول لي حتى الثمن اللي كان في السوق والثمن اللي كان ديال المعقول، ونبيع عند السيد نبيع عليه سلعه مليحه كيما راه، السلعه كلها مليحه. ولكن يجي يديروا شي وحدين يطيحوا شي ثمن ويقولوا لي راه الثمن طيح، ويبيعوا لي بقل من الثمن. انا هذاك الثمن مش عادي باش يعرفها، واللي نقص من هذا الثمن راه شفار، وتنقول لهم راه انا ما خايفش منهم، راه اللي نقص من الثمن ديال 18 و 19 درهم وبعد دجاج الرومي اليوم راه شفار.
راه الثمن هو اللي كاين في المغرب كله. شفار يعني انه ناقص في الميزان. شفار تينقص لي في الميزان وتيقول لي راه تينقص لي من هكا ويزيد لي هكا. تينقص لي من الثمن ويقول لي في الميزان يزيد عليه الكيلو لاره في الطير. لا راه خاصه نقول لك وما يقولش شي مواطن يقول لي لا انا رانا حقه العدله ونشدهم، خذ اخويا ديالك وصدقهم وطليه وشدهم، حنا ما حبسناكش على الصداقات، ولكن القانون ديال الخدمه خاصو يكون. بالاخر غنسولوك على الحولي. الحولي الحمد لله البارح يا مصطاح خاصهم المغاربه يمشوا معانا، البارح الحمد لله خير كاينين الرجاله تيدخلوا في الحولي من برا الله يحفظهم لينا، والله ينصر سيدنا لانه معنا في اي بلاد، ماشي في المغرب في العالم محبوب. اما حنا راه في الدم ديال عروقنا، راه في الدم ديال القلب ديالنا. هذا سيدنا اللي خدام وصاهر علينا وفتح لنا المجال وفتح المغاربه المجال، تمشي للقرقارات تبكي تتشوف الرموكه تدوز الخضره تدوز في الامن، الحمد لله كلشي تقول مغربي محترم، تتلاقى مع واحده في الدار البيضاء انه مسكين من بلد فرنسي تتهضر معاه تيقول لك انا المغرب عندكم راجل مزيان راجل هادي، تيهضروا معاك تيتعاطفوا معاك تيثيقوا فيك، ملي تقول المغربي تيتكى عليك تيبدا يهضر معاك. حنا الحمد لله ما عندناش مشكل، حنا سيدنا الله ينصرهم مقدين البلاد كلها في اي بلاد المغاربه تيهز الروسه. ما كاينش في شي بلاد انه هو حنا تنقولوا راح المغاربه مقموعين ولا يطيحوا بهم ولا في اي بلاد في الكره الارضيه كامله. الله ينصر سيدنا ومحمد السادس الله ينصره معروف وكاين وراجل مزيان والله يعمر ليه الدار والله يحفظوا لينا ونطلبوا الله ينصره وينصر امير المولي الحسن ومولاي رشيد الاسر العلوي حنا احتراماتنا ليهم والله يحفظهم لينا. حنا راه تنعسوا ما تينعسوا حاضيننا، حنا رانا ناعس وما حاضيننا، حنا الحمد لله وتنشكروا الامن والدارات والعسكر ديالنا وجميع لان المكونات تتكون بالامن وحنا تنحترموهم الى حقاش تمشي حتى في الطريق تلقى دارك حاضين للكاميو حتى واقف في الطشان تيقول لك اش كاين ياك ما كاين بس انه الناس خدامه صاهره واقفه امن وامان الحمد لله في بلادنا ما كاينش شي حاجه اللي عندنا والحولي ما يزعموش في الثمن ويدحوا حولي واحد البركه عليهم حولي راه العيال اللي خاصهم يهضروا باش نهضر انا ما قاريش هما اللي خاصهم يهضروا العلماء الله يحفظهم يقولوا الناس ان الحولي تيشكل 12 واحد في العائله ما يبقاش يشربوا الحوالي ويحطوا في بعضياتهم شري اخويا واحد عيد لي العام الجاي ان شاء الله وتكثر الغلم هذا عام ديال العوين حنا نتعاونوا كلنا على واحد انا واحد المكونات خاصها تعاون حنا المغاربه انا اللي غنبيع عليه راه خويا مسلم ولا غيشري مني مسلم وانا وصم مسلم علاش غنضرو نقول لي 9000 درهم 10 دخلعوا علاش ما كاينش وحنا ماشي تنسولوا انا تقول اي قوم في المغرب تنسولوا بها راه البارح الرشيديه كاينه ب 74000 كاينه 3000 درهم كاينه 150000 حتى ما حد يضحك عليك طاح في الثمن راه هو الخير موجود ولكن خاص المغاربه يعرفوا كيفاش يخدموا هذا العام خويا ذبحها واحد العام الجاي ان شاء الله الله ييسر لك الله يسهل لك وتايفي وتعيد ودبع 10 ما كاينش اللي غيحبسك ولكن لا دابا تسير معانا على قدنا باش انا عادي الفلوس باش صدق اخويا وما تصدق على خوك خوك راه تصعب هو خوك واللي والدك مقبك خوك راه خوك مسلم عاونوا وصدقوا عاونوا اما خوك اللي حقيقي واختك الحقيقيه ما تخلاش تدور بال وقت تشد الزاكه تهلا فيها قبل ما تعود تشد الزاكه فهمتيني والله ينصر سيدنا من هذا المنبر تنشكروه والكسابه مالي البوليس مالي الرامي ومالي الكروازي يردوا البال ديالهم وجاو يشوفوا الميساجات ويشوفوا السوق ويعرفوا السوق اش فيه ما يبقاش واحد يكذب عليكم يدير لكم في ديالكم شوفوا السوق وشو حضروا ديالكم وشو ما تخسروا والو كل كساب يجي نهار ديروا لجنه تجي تزورنا كل نهار حنا راه تنعاودوا لهذا السيد يحترمنا هذا السي العلاوي تنشكروا من هذا المنبر لانه تيجي من بلاد اخرى وتيجي ساهر وراه تيجي عادي من ربعه الصباح راه ماشي اليوم اللي مره تعطل المره تيجي في الربعه الصباح تيجي يوقف معنا باش هو يقدم هذا المنتوج لانه المواطن باش يعرف المواطن اش غادي يدير وتمو غادي دقه دقه واللي غياخذ 6 طيور ياخذ 2 طيور وتمو غادي ما تكلفوش على راسكم وغنتقادوا وتمو غادي نكون الحمد لله شكرا استاذ والله يحفظك الناس كلها كتشكرك تتقول لك الهضره ديالك معقوله وفيها دم ديال الوطنيه شكرا اسيدي السلام عليكم والله ينصر سيدنا والله الا الله ينصر سيدنا من هذا المنبر والله الا تنقولها من القلب الخالص والله العالي العظيم الى انا تنقول لك كلمه الى انا تنتمنى نشوف مباشر بغينا نشوفوا انا راه ماشي باغي عندي الفلوس عندي كلشي عندي نقول لك ما عنديش عادي فين ساكن عادي باش خدام ما عنديش انا باغيش انا ولكن هذاك الراجل تنموتوا عليه وتنحماقوا عليه نتمنوا ان هذا النداء يوصل سيدنا الله ينصره الله ينصره ويوافق انك 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 تشوف والله الا باغي انا مقبلين على العيد الاضحى تكون انت من واحد من الناس اللي غادي اللي تستقبلهم وتقبل لي ديالو والله والله الا هذا هو اللي باغين وهذا اللي تنتمناه وهذا اللي تنتمناه وسيدنا هو هذا اما راه الحمد لله والله الا كلشي عندنا مقادد لينا البلاد والله الا الكميات في اي بلاد تيمشي ورحنا خدامين راه كلشي عندنا حنا عندنا سيدنا كلشي عندي انا اغنى بشر في العالم حيت انا قانع ودوك اللي ما قانعينش خليهم يجريو
اما نقول لك حنا قانعين والحمد لله نشكروا التجار ديالنا ديال البلاد ديالنا بلا ما نسميوهم اللي خدامين وساهرين واللي خدام خدمين 3000 ديال البشر و 4000 ديال البشر والله الا تنشكرهم على هاد المنابر اللي خدامين 300 واللي مخدمين 400 انه الرجال اللي ساهرين وخدمه 300 عائله و 400 عائله هادوك انا راه كون الله تعالى تجدني انا كنت نمشي في الارض وما يشوف في ظهري لحقاش رجالهم مخدمين المغاربه ومخدمين ومغيرين على بلادهم وساهرين وما خاصو والو هو راه لبس عليه كلشي عنده الحمد لله الله يخلينا في صحيحاتهم ووليداتهم ولكن ساهرين وواقفين وخدامين وساهرين ساهرين ساهرين شي حاجه اللي ما كاينش وليت يعاير التجار ديال البلاد راه ما فيش الروح ديال المواطنه وليت يعاير بلادنا ماشي مسلم وليت يهضر في خوتنا ماشي مسلم انا حنا خوتنا وحنا بحال بحال وصل السلام عليكم شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعه شكرا السي الجرمومي دائما كيهضر بواحد الروح ديال الوطنيه وبواحد القلب مفتوح سبحان الله العظيم كيهضر من نيته ما كيتصنعش ما كيوقفش ولكن ما كيغلطش لانه كيهضر كيقول الحقيقه داكشي اللي كيحس به كيقولوا شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعه من قلب سوق الدواجن بالجمله مدينه الدار البيضاء نستودعكم الله السلام عليكم.